بأمل تاني وهنبدأ بالتفكير فيما هو قادم إن شاء الله. الأهلي زي ما احنا معودنا لا يقف عند يعني خطوة ولا يقف عند مباراة، احنا دايما يعني بنكمل، بنفوز أو بنخسر احنا بنكمل في يعني ماتشاتنا وفي بطولاتنا وفي مسيرتنا. يعني هارد لك أكيد لكل جماهيرنا امبارح أكيد، برضو الكلام ده مش معناه على فكرة اللي أنا بدأت بيه إن أنا يعني احنا مش فارق معانا البطولة أو إن احنا مش زعلانين، لا احنا زعلانين. امبارح أكيد خسرنا مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية يعني امام بالميراس البرازيلي اللي احنا فزنا بيه أو فزنا عليه قبل كده. يعني معلش هتلعب على كل حال على الميداليه البرونزيه مع الخاسر في مواجهه طبعا تشيلسي الانجليزي والهلال السعودي. وعلى فكره بالمناسبه هتبقى مباراه قويه جدا، ولو حضراتكم دلوقتي تتابعوا السوشيال ميديا ناس كتير جدا مش عارفه تحدد هل فعلا المباراه هتبقى لصالح تشيلسي ولا هتبقى لصالح الهلال السعودي. يعني بجد حاجه لسه لحد دلوقتي مش اكيده. ليه؟ لان الهلال السعودي فعلا مقدم مباريات قوية جدا. على كل حال عايزين نقول ان الحقيقة كمان لازم نعمل تحية كبيرة جدا للجميع، اولهم مجلس ادارة النادي الاهلي وكمان اللي اصدر بيان قبل انطلاق البطولة قال فيه كلمة واحدة كده، قال مصر اولا. وده طبعا نتيجة الظروف الصعبة اللي مر بيها الفريق ده، بنتكلم قبل اثناء كمان البطولة، وكمان يعني شكر مستر بيتسو موسيماني والجهاز اللي يمكن دي المرة الثانية اللي بنتواجد فيها وبيتواجد فيها معانا في زي ما بيتقال كده أكبر يعني محفل قاري للأندية. فعلى كل حال فعلا فعلا تاني هنرجع نقول معلش اللي جاي إن شاء الله أكيد يكون أحسن. كل الشكر ليهم، وكمان لازم أكيد نتوجه بالشكر للعيبة على المجهود اللي بذل واللي احنا كمان شفناه، مجهود كبير جدا في البطولة خصوصا المباراة بنتكلم الأولى أمام مونتاري المكسيكي. الناس كتير جدا حتى المديرين الفنيين كانوا بيتكلموا أن ربما يعني الأهلي لن يفوز على مونتاري المكسيكي لظروف كتير جدا والعالم كله يعلمها. يعني اي منافس ليك بينزل على الارض هو عارف ايه الظروف اللي الاهلي بيمر بيها، وعارف ان ده مش التشكيل الاساسي، وعارف ان انت عندك غيابات، وعارف ان انت عندك اصابات، وعارف ان في لعيبه دوليين ومش وفي المنتخب طبعا مش هيبقوا موجودين، فظروفك اصلا مفهومه. ده اللي خلى البعض يعتقد ان انت اصلا مش هتعدي من مونتاري، ولكن قدرت ان انت تعدي. على كل حال يعني فكره هنا برضو ان انت تكسب مونتاري ده حاجه كبيره جدا او امر مش سهل، ان انت كمان تلعب مع يعني فرق لاتينيه بشكل عام هو اصلا مرهق جدا، واكيد حضراتكم عارفين الكلام ده. على كل حال انك كمان تكسب وتعدي وتوصل للمربع الذهب يعني وسط كل الظروف اللي احنا اتكلمنا عنها الصعبه دي، يعني طبعا بدايه لو هنتكلم بقى في تفاصيل يعني اصابه او اكثر من اصابه كمان، تخيلوا حضراتكم انتوا بتلعبوا وقبل البطوله في غياب عندك يعني مثلا بدر بنون للاصابه، بعد كده اكرم توفيق، بعد كده الحارس الاساسي بتاعك محمد الشناوي، ده غير تواجد اكثر من لاعب دولي كمان مع المنتخب زي ما انا كنت بقول لحضراتكم دلوقتي اللي شاركوا. يعني هنقول ايه؟ على كل حال مفيش مشكله، الظروف كانت صعبه ولكن احنا بنامل ان شاء الله اللي جاي يكون احسن. والواحد مش بيقول الكلام ده بس علشان يعني يبرر برضو خساره، خلي حضراتكم يعني في بالكم الموضوع ده، احنا لا نبرر الخساره ابدا، ده مش في قاموس النادي الاهلي. تاني هنفضل نقول ان الاهلي بمن حضر، مش هنغير هذا المبدا لان ما تغيرش على الارض عشان نغيره احنا، لكن احنا بنتكلم في واقع، الواقع برضو بيفرض امور. يعني كل اللي كانوا موجودين عملوا فعلا اللي عليهم، صحيح يعني ممكن كنا نقدر ان احنا نسجل في اكتر من فرصه، يمكن جات له برضه هتكلم بتفاصيل اكتر جات لحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ده غير برضه الهدف اللي اتلغى، ده غير بعض الكلام عن التحكيم، يعني كان لينا اكيد تواجد برضه كتف بكتف مع بطل البرازيل بالميراس، لكن يعني بالمناسبه